اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم راح نسقسيو المواطن الجزائري اللي مزوج كيفاش مسمي الزوجة تاعو في التليفون. تبعوا معنا كيفاش كانت الإجابة. ما نعرفش والله، ما نعرف والو. واش شخصينا مزوج؟ ها هو مش مزوج. على مازال بنزوج. انا مزوج بثلاثة. ثلاثة؟ ايه الله يبارك بارك فيك. مليح الزواج؟ في الاول كان مليح، ودركا تبدلت العقلية. الدولة تعطي الحق للمرأة، والمرأة ولا تحكم في الراجل، والراجل ما عنده حتى كلمة. لو كان سقسيك جاوبني بصراحة. ما راضي ديريكت انا يعني. ثلاثة واش راك مسميهم في التليفون؟ في التليفون؟ انا مطلقهم في ثلاثة صاحبي. ايه واش كنت مسميهم؟ مرتي ونامور. هذه حاجة نورمال. عمري هذه حاجة نورمال. هواري ساسي جراف. هذو في ثلاثة. هذيك علاه سميتها هواريو؟ خطر راحت فرنسا وخلاتني. عليه واش بيه؟ ما كذا ما نشحب كاع. تحبش تصور؟ ما نصورش كاع. حمى الشيخ هذا ما كدر معايا برك. انا نهضر على السكنة، لا تعطوني سكنة نجي نهضر معاكم. لا نقول لك برك كيفاش راك مسمي مرتك في التليفون؟ مسمي مرتي؟ بوز عليك كيستيون ما تجيبش ريبوندي عليها. الله اسمح لي فيها، لا اسمح لي فيها. سقسيوك؟ لا ما تسقسيني، ما تسقسي. ما تسقسيني، ما تسقسي. ما تسقسيني، ما تسقسي. مزوج؟ ايه مزوج. الله يبارك، واش رايك في الزواج؟ نورمال الزواج. نورمال، شوف فوتوكوبي ليغاليزي وراي تمشي. والله العظيم مرات جاي تشابهو، مرات جاي تشابهو. انا راني داير نمروه، حافظ نمروه، ماشي كاتب كاع اسمها. كان ما يكتبهاش بس ما يحبهاش. ما يحبش مرته، ما يحبش مرته، هذا هو. سوى عليك يحب مرته يدير اسمها. مزوج؟ نعم. الله يبارك. الله يبارك فيك. واش رايك في الزواج؟ صبر الحمد لله. كنا زواج، كنا زواج. لا. واش راك كاتب الزوجة تاعك في التليفون؟ ونامور عمري حواري. والله ما نكذب عليك يا خويا. ما على بالكش واش كاتبها؟ مش عارف. ماشي كاتب في التليفون. لا هكذاك. يعني يخرج لك النيميرو؟ اي والله يخرج يخرج لي النيميرو. تحب نوري لك؟ نوري لك. هكذاك. انا كتاب، انا كتاب. واش رايك في ليمورا واش كاع كاتب اسمها وما كاتب والو؟ هذاك يخدع. سميها زوجة، لا زوجة. كي تعيط لك تخرج لك الزوجة؟ ايه الزوجة. لا كيما يقول لك حاجه اللي الانسان يعيش بها حياته. كي تعيط لك واش يخرج؟ في فالافي، في فالافي صوني ديدي، في فالافي صون حياتي لاباس. تعيط لي صون اوف لافي، اوف لافي. لا هي لافي، هي فيفا لافي، لافي كومبلي، هي بيا وهي هي لافي كومبلي كاع، دايره في مخي كاع صالي في الدنيا هي اونسون اسوسيسيون سون بارتنير. راني كاتبه على وليدي، الاسم تاع وليدي، راني داير اسم وليدي. الوقت انا ولا ما يرحمش، فاهم؟ دير مرتك تكتب اسمها في التليفون، طارك في القهوه راك ذا صاحبك شوف الاسم وكاع، داير موت باساك تعرف كيفاه. ما تسقسيني، ما تسقسي. ما تسقسيني، ما تسقسي. وكتب اسمها دليلة. دليلة واسمها دليلة، مكتب دليلة فيها. نحب نوري لك كاع. باش شو حبي يقول لك، ما حبي يقول بصراحة. ما احنا ما عندناش هذيك تاع اللي عنده اسمع نيف، نيف والاخرى حاجة أخرى وحاجة أخرى. محسوب هذيك كيما نقولوا تاع نزوق شوية. ميمي وكذا. وما شكيتش اسمها بالك نابريجي دليلا نقولها دالو. يا دلو دله دله لا تقلي لا لمبلا. انا داير الدار، حيط الدار. بالدار دار مرا تاعك تلقى لك ربي نصف الحياه ونصف السنه تكتبها تاعي. الدار دار هذا الانسان هذا نمو هنا راه غلط كيما قال لك صاحبي. سنه الله في خلقه. دونك هذه كيما نقولوا سيره الجدود، حنا نتبعوا لي زونسيان. يعني تماركيها الدار. دار 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 ما كاش هذيك تاع فهمت. راني كاتبها ما فهمت. ايه سانسيرمون، سانسيرمون ماني مسميها والو. ماي وي غايف، ماي وي غايف، ماي لاف حبيبتي. شكون هي؟ هي النص تاعي. متزوج وعندي احفاد
وما يتبعوا هي كيلو ها كيلو ها كيلو. وعندي بنات مزوجهم كامل. واش رايك في الزواج عمو؟ ما شاء الله الزواج المبكر فيه خير وبركه. زوج مبكر مليح وربي طارح فيه البركه ولا باس. لو كان سقسيك نقول لك واش راك كاتب الزوجه تاعك في التليفون؟ اني في كاتب النمر تاعها ولا كاتبها اسمها ديريكت مونجيستري اسمها مباشره ديريكت بالنوت فامي تاعها النوت فامي تاعها وكود. وكان يطيح لك التليفون ولا حاجه ما يبقاوش الاخر تاعك ما يبقاوش يديرونجيو لك تاعك اسم ولاد فوالا بارك الله فيك يلقاوه ما يقدر نخاف يروح لي تليفون دا كوتي بالك نكون مع صاحبي حا تليفون هاي عيطت يخرج نيميرو باس تاعها وذا دان كوتي ما نحبش هذو صوالح انا ما بريفيري ما تكتب والو انا جو بريفيري بيان لي بلي ما نكتب والو جاتون نيميرو تاعها يخرج نشوف نيميرو نعرف لي ماذا ما عيطت انا كاتب اسمها اسمها في الحقيقه والله انا كاتب اسمها ديريكت اسمها وهي كاتبه اسمي يخرج بالاسم انايا العمر 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 والكبده العمر والكبده اه الزوجة الصالحة ونامور عمري هواري حياتي كالي دير عمري كالي دير جوتام كالي دير مون امور راك شايف كيفاه دوك هذا هو القصه تاع هذو ما ديرهمش انت انا هذو ما نديرهمش نورمال ما نورمال 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 راك شايف كيفاه دوك انا واش نيه المراه تاعي كي تعيط النيميرو تاعها هذاك هي المراه يخرج نيميرو خير يخرج نيميرو خير الزوجه كيف كاتبها في التليفون زوجة 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 سي نورمال بالاسم تاعها يعني كي تعيط لك يخرج الزوجة الزوجة لا ها علاش زوجة الزوجة رفيقة العمر ما تسقسيني ما تسقسي ما تسقسيني ما تسقسي كاتبها محمد أيوب يا ولادي محمد أيوب ايه عندي ولدي اسمه محمد الكبير والدوزيام أيوب اسميها محمد أيوب ماما خاطر لا بليبا العربية طيب كاين اللي يقولوا الزوجة ولا نقول ماما أنا أبري سلام سلام ماما ماما برك لا بس خاطر تدري لي ولادي كاتبين كاع هكذا تبعت ولادي تبعت ولادي مش من ما فهم ما عندي حتى أسأل نيميرو واحد آخر أبر أصدقاء لو كان سقسيك نقول لك كيفاش راك مسمي الزوجة تاعك في التليفون مدام في التليفون عطيك تشوف ديالك خو أم وعاد أم وعاد هذا اسم وليدي مش نسميها زوجاتي و... هذيك ام وعد اللي كتبها شغل هذاك الهم وكاع هذاك جياح هذاك اللي كتبها الهم جياح تلقى ماشي غير الهم تلقى مصيبه ديرك ميزيريه ديرك مرته في التليفون ميزيريه ميزيريه النبي صلى الله عليه وسلم عنده ازواج تاعهم مكتوب اسماوتهم وعلاش يقول عائشه وما يستحيش يقول يقول بنته زينب وما يستحيش يقول خديجه وما يستحيش وحنا يسمى دوك هنايا يسمى شغل كاين نقص حصول انا اخوك اسمح لي نسيح على خاطرش دعوه انا سايبه برا كما شفتوا مشاهدينا الكرام كانت هذه هي اجابات المواطنين الجزائريين حول هذا الموضوع واذا حبيتوا تقترحوا لنا مواضيع ما تنساوش تبعثوا لنا عبر البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه ما بقى لي غير نقول لكم تلاقوا غدوه ان شاء الله مع موضوع جديد سلام